طبعا قبل الفاصل حكينا عن العين، يعني في ناس تصدق فيها في ناس ما تصدق فيها، اغلب اللي يصدقون فيها هم نقدر نقول بعض النساء، اغلب والرجال احس كلهم ما يصدقون، ما ادري ليش، او يمكن بعضهم ما اعرف. شفنا بتقرير بدر وداد يمكن في بعضهم وافق وقال انه ممكن تجيني العين، بس حنتكلم اكثر عن هالموضوع مع الدكتوره عائشه حجازي معنا، حياك الله. الله يسلمك، هلا بك. ابغى اعرف ليش النساء تصدق بالعين اكثر من الرجال؟ هذه نقطه مره مهمه وفيني فضول اعرف. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساكين هالحريم كل شيء الله الحريم أكثر، يعني دراسات ناس بيعملونها ما أدري من وين، الحريم أكثر، الستات أكثر، النساء أكثر. في الحقيقة إحنا كلنا أعتقد إحنا ما نختلف عن العين وعن الحسد، وإنه هو شيء موجود وشيء قائم، وكثير من الآيات القرآنية وكثير من الأحاديث اللي ما في مجال إن إحنا نذكرها. لكن لما نقول إنه المرأة أكثر والرجل أكثر، نسأل دائما نفسنا ليه؟ سمات الشخصية عند المرأة تختلف عن الرجل تماما. طبعا سمات الشخصية عند المرأة، المرأة تحب التفاصيل، صحيح، المرأة تهتم بأدق تفاصيل حياتها، أدق تفاصيل حياة زوجها، أولادها، أسرتها، عائلتها، عملها. أحيانا من كثر الضغوط، من كثر ما نكون مضغوطين، من كثر ما المرأة تشعر أنها ما هي قادرة تلحق وعندها أولويات ما هي قادرة تسيطر، ما هي قادرة تصدر، فهي تبدأ إيش؟ تبدأ تروح تدور لها مخارج. هذا المخارج هي نوع من الهروب، اني بدال والله انا مو ما قدرت اسوي هذا الشيء، بس لانه والله انا كنت اشتغل كويس بس انه عجتني عين وبطلت اشتغل. فليه؟ لانها تحس بانه لما يكون مصدر الضبط او مصدر الاذى هذا خارجي حيكون اقل وقع على نفسها واقل اذى على نفسها. كثير من النساء زي ما تفضلتم قلت عندهم فوبيا العين او فوبيا الحسد. طبعا لما نتكلم عن فوبيا العين وفوبيا الحسد تصاب الرجال والنساء وعلى حد سواء، والرجل يصاب بالعين والمرأة أيضا تصاب بالعين، لكن المرأة تفكر لأن المرأة أقرب لأنها ممكن تصاب بحكم انفتاحها على المجتمع، اجتماعية، روحات الجيات، الاهتمام بنفسها، الاهتمام بالتفاصيل، وهي اللي هذه ممكن الأشياء اللي هي تجلب العين وتجلب الحسد. طب إيش سبب إنه الرجال قليل منهم ما يحب إنه هو يسوي الرقية الشرعية؟ يعني يكون عارف ومتأكد إنه مثلاً في عين الرجال، لكن ما يحب إنه هو يروح يقرأ عند راقي شرعي. طبيعة الرجل لا علاقة نفسية؟ نعم، طبيعة الرجل دائما يحب يكون هو مصدر قوة، فأنا قوي يعني تلاقينه ممكن يكون أضعف من المرأة بألف مليون مرة، ولكنه لا يعبر. كثير من الدراسات في الـ في الـ في الـ في السنوات الأخيرة ذكرت أن الرجل لما ينفعل أو لما يصاب بمشاعر عاطفية أو يتعب من الناحية العاطفية يكون التعب عنده أكثر والمستوى وصوله للاضطراب النفسي أكثر، لكنه ما بيعبر. عندنا ثقافة مجتمعنا للأسف. الثقافة، طبيعة الثقافة دائما تعول على الرجل أنك أنت قوي، أنك يفترض أنك ما تبان في أنك في موقف ضعف، فهو يشعر أنه والله لو أنا مثلا رحت لراقي شرعي ولا رحت لطبيب أو لرحت، معناها هذا قد يمس رجولتي بشكل أو بآخر، فتلاقينه يعاني. وعشان كذا دائما معاناة الرجل أكثر من معاناة المرأة في أمور كثيرة، خاصة في مجتمعاتنا العربية. معك حق. طيب احنا دائما خلينا بعد الفولكس بوكس نشوف استطلاع للرأي سويناه مع الناس، هنشوف إيش رأيهم في هذا الموضوع، هنرجع نكمل مع أستاذ عائشة. تعال عند الشباب عند البنات وعند مجتمعنا نحط ان نربط اي شيء يصير مصيبه على طول عين، وهو بالعكس ممكن تكون هاي اوهام خيالات قله، يعني يمكن 50% او 60%، بس الحريم لا والله 99% 100% احيانا وتوصل. يقولون هب مثلا او يقولون، فانت يعني ضروري ضروري الرجال يقول له قول ما شاء الله، اذا ما قال ما شاء الله يمكن مثلا عندنا سياره ولا شيء يصير لك عاد ما تدري. ما ادري يعني ما ادري سالفه غيره، احس العيال ما يهتمون بهالاشياء اكثر، يعني البنات اكثر، احس مجتمعهم افضل منا بكثير للاسف يعني. والله والله في تصير، يعني انا صارت لي مواقف، شريت موتر جديد وركب معي واحد، اول شخص يركب الموتر طبعا من اصحابي الله يستر عليه،
فجأة كذا ثاني يوم قبعت بالموتر. يعني الواحد يكون يخفيها مثلا لما يكون عنده شاري سيارة مثلا أو شيء زي كذا الناس تلاحظ. شكرا جدا على هذا التقرير واستطلاع الرأي اللي شفناه وسويناه مع الناس. كثير أشخاص قالوا إحنا في مجتمعاتنا كنساء ممكن نحسد بعض، لكن عند الرجال ما بيصدقوا فيها لأنه هذا الشيء مش موجود عندهم. إيش تعليقك على هذه الجملة؟ ممكن ذكرنا قبل شوية أنه مجتمع النساء، المجتمعات الاجتماعية المرأة تكون حريصة أنها تطلع بلبس معين، بأفضل لبس وأفضل تسريحة، في تقديم في بيتها أفضل صحيح. التقديمات صحيح. وفي تنافس ومنافسة كبيرة بين أنه في اللبس وفي الشعر وفي في الأثاث وفي فهذا في غيرة مدعاة لأنه ممكن تتعرض لأنه والله الفضول والحسد والعين وإنه والله إيش معنى فلانة هي أحسن صحيح. مننا وأنا أحسن تجلس المقارنات وهي هذا اللي هي مداخل للعين دائما اللي يقول لك إنه والله يصاب بالعين كثير أو يصاب بالحسد كثير هي مداخل للعين. إحنا دائما يقول لك الذكر الأذكار أذكار الصباح والمساء، على فكرة إحنا ما نحرص كثير، نفكر إنه خلاص هي الذكر مفروض إذا خلاص وقت بعد صلاة الفجر شرقت الشمس انتهى وقت الذكر، لا ما انتهى وقت الذكر. في كل حادث تشعرين فيه إنك قد تتعرضين لأذى أيا كان هذا الأذى المفروض تجددين أذكار. طيب إحنا دائما نقول إنه الشخص هو اللي يحسد نفسه، يعني اتوقع انه هذه مره صحيحه. لا. يعني لما تشوفين الشخص هو اللي يرقي نفسه صحيح المفتاح. يعني لما تشوفين نفسك بالمرايه زينه، يعني زي انا الحمد لله اول ما اصحى الصبح اقول بسم الله علي الله يحفظني ما شاء الله، يعني من جد فعليا دائما اذا صار حبيت شكلي اقول ما شاء الله. ايش اللي يمنع بعض الرجال او بعض النساء انهم يقولوا هالكلمه صحيح. ليش تكون صعبه؟ ممكن يلهون، ما هي من ضمن ليش نحن نقول دائما خلي جانب للذكر في يومك. أوكي. يعني الله سبحانه وتعالى حتى لما حدد أوقات الذكر وحددها أنه بعد الصلاة قبل الفجر بعد الفجر في بعد الذكر بعد كل صلاة صحيح. حدد لك أوقات. مشكلة العالم أنهم لما ينزنقوا أو لما تصير عندهم يبدأ يتذكر يقول يا ليت اللي يعني ليتني سويت يا ليتني صحيح. لو الإنسان يحرص ويضع الأذكار أولوية. ثانيا غير أنه طبعا الأذكار وأهميتها، ترى اهتمامات الناس اهتمامك أنت لما تبدأ تهتم بأدق تفاصيل العالم من الطبيعي أنه الناس يهتمون بأدق تفاصيلك صحيح. فبالتالي ترك الناس مغنم لك أنت، فلا ابعد أنك أنت تتواصل مع الناس بس عشان تعرف أدق تفاصيلهم وانت عندك وكم راتبك وكم فلوسك وهذا الفلوسة من فين جبتيها، حتلاقي الناس بعدوا عنك وانت بعدت نفسك عن كل ألم مشاكل صحيح. دكتورة عايشة حجازي أنا أشكر وجودك معنا اليوم، يعطيك ألف عافية. وفعلا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في حادثة سهيل الأنصاري، على ما يقتل أحدكم أخيه إذا رأى أحدكم في أخيه ما يسره من ماله أو نفسه فليبارك فيه. مشاهدينا نطلع فاصل ونكمل معكم.